إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا مثيل ولا شبيه له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبي من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد عباد الله، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم والعمل بشريعته والاستنان بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بفعل الخير ونهانا عن الشر، وكذا رسوله الكريم فقد أرسله ربنا معلم الناس الخير داعيا لهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإنه من عظيم الصفات التي أمر الله تعالى بها وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق، ومن أخبث الصفات التي نهى عنها الكذب. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. قال العلماء: معناه إن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم، والبر اسم جامع للخير كله، وأما الكذب فيوصل إلى الفجور، وهو الميل عن الاستقامة والانبعاث في المعاصي. وفي رواية: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإياكم الكذب. قال العلماء: هذا فيه حث على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيه كثير فعرف به وكتبه الله لمبالغته صديقا إن اعتاده،
أو كذاب إن اعتاده، ومعنى يكتب هنا يحكم له بذلك، ويستحق الوصف بمنزلة الصديقين وثوابهم أو صفة الكذابين وعقابهم. والمراد إظهار ذلك للمخلوقين، إما بأن يكتبه في ذلك ليشتهر بحظه من الصفتين في الملأ الأعلى، وأما بأن يلقى ذلك في قلوب الناس وألسنتهم. والكذب إخوة الإيمان، وهو ما نريد بسط الكلام فيه، هو الكلام على خلاف الواقع. إذا كان يعلم أنه بخلاف الواقع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ورهب من الكذب، لأنه يوصل إلى الفجور، وهو الميل إلى الفساد والشرور. وإذا تكرر الكذب أصبح عادة وطبيعة يصعب الخلاص منها، وعندها يكتب الإنسان كذاب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع الصادقين. والكذب إخوة الإيمان، منه ما هو من الكبائر، ومنه ما يكون من الصغائر، ومنه ما يكون كفر. فإن كان الكذب لا ضرر فيه لأحد فهو من الصغائر، والصغيرة لا يتهاون بها، لأن الجبال من الحصى. فقد روى أحمد الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها تهلك صاحبها. والمراد بالمحقرات الصغائر، ودل الحديث الشريف على أن الصغائر أسباب تؤدي إلى ارتكاب الكبائر. فكم من صغيرة يحقرها فاعلها فيفعلها فتسوقه إلى كبيرة، وقد تسوقه إلى الكفر. ولذا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن الحمى بريد الموت. عافانا الله تعالى من كل الشر. وإما إن كان الكذب فيه ضرر يلحق أحد فهو من كبائر الذنوب، والعياذ بالله تعالى. ومن الكذب القبيح الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بينما كان في الأحكام وما لا حكم فيه، كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه الشيخان. وإذا كان في هذا الكذب تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه، كالزنا والقتل والسرقة والغصب، أو تحريم حلال ظاهر كذلك كالبيع، فهو كفر والعياذ بالله تعالى، كما يفتري بعضهم ليضحك الناس. واعلموا إخوة الإيمان أن الكذب سواء قاله مازحا أو جادا فهو حرام، إن أراد أن يضحك القوم أم لا فهذا حرام. قال عليه الصلاة والسلام عن الكذب: لا يصلح الكذب في جد ولا في هزل. وقال عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له وويل له. فمما ينبغي أن يحذر منه إخوة الإيمان ما يسميه بعض الناس كذبة أول نيسان فوسون دافريل، فالكذب المحرم حرام في أول نيسان وفي غيره، ويحصل فيه وفي كثير من الأحيان ترويع لأحد، فيقول له الكاذب:
مثلا إن ابنك مات أو حصل لزوجتك كذا وكذا فيخيفه ويروعه والعياذ بالله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى نبل معه فأخذها، فلما استيقظ الرجل فزع فضحك القوم، فقال: ما يضحككم؟ فقالوا: لا، إلا أن أخذنا نبل هذا ففزع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلم. فالكذب أيها الأحبة لا يصلح في جد ولا في هزل، أي مزح، ولو كان المقصد إضحاك الحاضرين، ولو لم يكن فيه إذاء للناس فهو حرام. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا أنه يمزح ولكن لا يقول إلا الحق، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب. كما ونحذركم من قول بعض الناس: الكذب ملح الرجال، وقول بعض: عيب على الذي يصدق، فإنهما من الكفر الصريح، لأن الأول فيه استحسان لما هو معلوم بين المسلمين قبحه في الدين، وفي الثاني استقباح لما هو معلوم حسنه في الدين، فكلاهما يلزم منه تكذيب الدين والعياذ بالله تعالى. فاحذروا من الكذب إخوة الإيمان وحذروا منه، فإنه عادة خبيثة، إن دلت على شيء فإنها تدل على خبث طبع صاحبها، فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم احفظنا من الكذب والحرام يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أشرف المرسلين. Louange Allah, Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage en degré notre maître Mohammed et qu'il préserve sa communauté de ce que le prophète craint pour elle. Sachez que Allah Ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'a sadiqin. Vous qui êtes croyants, faites preuve de piété à l'égard de Allah et soyez avec les véridiques. Mes frères de foi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'accomplir le bien et il nous a interdit de faire le mal. Il en est de même de la part de son messager honoré. Notre Seigneur l'a envoyé pour enseigner aux gens le bien, pour les appeler à adopter les excellents comportements et aux meilleurs d'entre eux. Tout comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit: je n'ai été envoyé que pour vous compléter les caractères d'excellence. Nous allons parler d'un caractère éminent que Allah nous a ordonné d'adopter et que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à avoir. Il s'agit de la véracité, par opposition parmi les caractères les plus laids qu'il a interdit. Il y a le mensonge. L'imam Muslim a rapporté dans son sahih que Abdullah ibn Mas'ud, que Allah l'agrée, a dit: le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: attachez-vous à la véracité. La véracité entraîne à la bienfaisance. La bienfaisance mène au paradis. L'homme qui persévère sur la véracité et qui cherche à être véridique sera inscrit selon le jugement de Allah au nombre des véridiques. Gardez-vous du mensonge, car le mensonge entraîne à la perversité et la perversité mène en enfer.
L'homme qui persévère sur le mensonge et qui cherche à mentir sera inscrit selon le jugement de Allah au nombre des menteurs. Mes frères de foi, aujourd'hui nous voulons parler plus en détail du mensonge. Le mensonge consiste à dire une chose qui est contraire à la réalité, tout en sachant qu'elle est contraire à la réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le mensonge et a mis en garde contre le mensonge. Le mensonge mène la personne à la perversité, c'est-à-dire au penchant vers le mal et à la corruption. Lorsque le mensonge est répétitif, il devient une habitude et une nature dont il est difficile de s'en débarrasser. À partir de ce moment-là, la personne sera inscrite au nombre des menteurs. Nous demandons à Allah Ta'ala de faire que nous soyons au nombre des véridiques. Mes frères de foi, en ce qui concerne le mensonge, il y a ce qui a trait au petit péché et il y a ce qui a trait au grand péché. En outre, il y a ce qui a trait à la mécréance. Que Dieu nous en préserve. Si le mensonge ne comporte pas de nuisance à quelqu'un, c'est un petit péché. Mais nous ne devons pas négliger les petits péchés, car les montagnes sont constituées de cailloux. L'imam Ahmed al-Tabarani rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Méfiez-vous des petits péchés ». L'exemple des petits péchés est comme l'exemple d'un groupe de personnes qui ont fait halte dans une vallée. Un tel a ramené une brindille et un tel a ramené une brindille jusqu'à amasser ce qui leur permet de cuire leur pain. Ce hadith, on aurait indiqué que les petits péchés sont une cause qui amène la personne à commettre les grands péchés. Combien sont nombreux les petits péchés que la personne commet tout en les négligeant. Il l'amène à commettre les grands péchés. Il se peut même qu'il l'amène à commettre de la mécréance. C'est pour cela qu'un savant du Salaf a dit « Les péchés mènent à la mécréance, tout comme la fièvre mène à la mort ». Que Dieu nous préserve de tout le mal si le mensonge comporte une nuisance à quelqu'un, c'est un grand péché. Que Dieu nous en préserve. Parmi les mensonges, l'aide, il y a le fait de mentir au sujet du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Le mensonge n'est autorisé ni dans le sérieux ni dans la plaisanterie ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Malheur à celui qui dit des paroles et ment pour faire rire les gens. Malheur à lui, malheur à lui. » Rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Mes frères de foi, il convient de mettre en garde contre certaines choses, contre ce que certains appellent le mensonge du 1er avril ou poisson d'avril. Le mensonge est interdit, qu'il soit le 1er avril ou ailleurs. Parmi les conséquences de pareils mensonges, et dans beaucoup de cas, il y a le fait de faire peur à quelqu'un. Par exemple, le menteur lui dit « Ton fils est mort » ou « Il est arrivé telle chose à ta femme ». Il lui fait peur et l'effraie. Que Allah Ta'ala nous en préserve. À ce sujet, il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il m'arrive de plaisanter, mais je ne dis que la vérité », rapporté par Tabarani. C'est-à-dire que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'il ne ment pas. Et nous vous mettons en garde contre la parole de certains qui disent que le mensonge est comme du sel pour les hommes. Tandis que d'autres disent « Quelle honte pour celui qui dit la vérité !» Ces paroles sont de la mécréance claire, car la première comporte une appréciation de ce qui est connu comme d'évidence chez les musulmans, comme étant l'aide dans la religion. Et dans la seconde, il y a le fait de considérer l'aide, ce qui est connu comme d'évidence, comme étant bien dans la religion. Toutes les deux entraînent un démenti de la religion. Que Allah Ta'ala nous en préserve. Alors, mes frères de foi, méfiez-vous du mensonge et mettez en garde contre le mensonge. Car c'est une habitude laide. Si elle indique quelque chose, elle indique le mal qu'il y a dans la nature et celui qui ment. Alors craignez Allah et soyez avec les véridiques. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.
واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. اللهم إن دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم سخر لنا الأخلاء الصالحين، واجعلهم لنا أعوانا على طاعتك، وجنبنا صحبة من لا يخافك، واحفظنا من شر أعمالهم. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأكفنا ما أهمنا، وأقنا شر ما نتخوف. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم كثيرا يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتراصوا وسدوا خلل يرحمكم الله. بسم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباءهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.